Muhammad ahla wa ramadiban wa asdan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdal man bit tuqa tahaqqan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bit sakha wa wafa takhalla. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wadma' min as-samni ma tafarrad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waslih wa sahil ma qad ta'awwad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah min al-khair kulla muqlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alih wa man min nabiyyi ta'allam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa alih wa man lil habibi ya'shaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa man bihabli nabiyyi tawassal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وإن نصرك الله نسأل عبيدا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سلطانه الوالي برهانه المقصود في الوجود قرانه وإحسانه تعالى مدلوع المنسل خلق الحق الحكمة وتوى عليه الماء ومسله من فعل الملة ما تبي في أكتاره القسمة فأسل علم عسر فخرج وعد ربي رحمة تعلق بإيرة المثل يطبق هذا العبد المحمود فانتسرت آسر سربي في عمر السهادة والطيور فما أنزل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برد من حاضر إحسان سورة كاملة جرت بها الكريم محمود فتعطت جميع أقناب الرسل وترجت برد العوالم بدراج تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عن كرسيه الواسع تجلى القدر بالانتصار فضله في القريب والساس فله الحمد الذي لا تنحس الأبرار بتعداد ولا يقبل الأبرار بقصر التعداد حيث أهل من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتسرب من الصقلان وتنتصر عن رب الأكوان فما من سيتسر بقلب المنيب إلا من سبب فضل هذا الحبيب يا لقب سرور من توالى بحبيب عمن على من هوالى جل من صرف الوجود بنور غمر القلب بهجة وجهلا قد ترغى في الحب على مقام وتناهى في مثله وتعالى لا حدثه عيون بما ازدلته بسرا كاملا يجيد والضلالا وهو من فوق علم ما قدر عقل ابعدا في صعوده وكمالا فسبحان لعبد من حاضر الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار بتعقل معانيه الجنان ان تاثر منه في عن البدر والظهور ما فتبارك رب الإله الكريم بسرتنا آية بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فمن فاز عن البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الله